وللمزيد معنا من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي السوري أحمد كامل. أهلا ومرحبا بك سيد أحمد. بداية نبدأ من تحضيرات النظام للعملية العسكرية في إدلب، أين التطمينات الروسية للمعارضة منها؟ كل ما يقوله الروس طبعا يسحبونه في أي لحظة. منذ تدخل الروس، منذ احتل الروس سوريا قبل 3 سنوات، لم يحترموا كلمة واحدة قالوها. النظام في روسيا هو نظام مافيوي، لا قيمة للكلمة عنده، لا أخلاق ولا خلاق له على الإطلاق، على الإطلاق، لا هو ولا النظام الإيراني ولا النظام السوري. فصائل المعارضة السورية اندمجت تحت راية كيان واحد لمواجهة العملية العسكرية في إدلب، برأيكم كيف سيكون السيناريو على الأرض في حال اتخذ النظام قرارا بالهجوم؟ وهل توحد فصائل المعارضة سيفيدها أم لا؟ أهم من التوحد، التوحد طبعا مهم، ولكن إرادة القتال وقرار القتال في مناطق أخرى منعوا من القتال بسبب الدول الداعمة. وفي إدلب إذا قررت تركيا عدم القتال فالقتال سوف يكون قليلا وضعيفا. أما إذا اتخذت تركيا قرارا بالمواجهة فسوف يكون قتال شرس جدا. إدلب منطقة جبال فيها 80,000 مقاتل، تسليحهم جيد وعددهم جيد جدا، والأرض تسمح لهم بقتال جيد جدا وطويل لفترة طويلة للغاية. ولكن هذا قرار كبير لا يتخذه المقاتلون لوحدهم. من جهة أخرى، روسيا أكدت أن القوات الإيرانية انسحبت من حدود الجولان، كيف تقرأون هذا التصريح أستاذ أحمد؟ طبعا يعني الإيرانيين ليس لديهم أسلحة ثقيلة ليسحبوها، وتلاحظ كما قلت قبل قليل كيف يكذب الروس باستمرار وكيف يزورون الحقائق وكيف يلعبون بالكلمات. أنه الإيرانيين سحبوا أسلحتهم الثقيلة، لا يوجد أسلحة ثقيلة للإيرانيين في سوريا. في سوريا يوجد قتلة إيرانيين، يوجد ميليشيات إيرانية، ويوجد خبراء قتل، يعني هن دائما موجودين داخل قوات النظام. ليس بالضرورة أن يكون لديهم دبابات وطائرات، ليس لديهم طائرات وليس لديهم دبابات، لديهم فقط مستشارين وأشخاص مسؤولين عن القتل ومسؤولين عن التعذيب ومسؤولين عن الاغتيالات وأشخاص يحركون قطعات النظام. فهذا كذب، لا يوجد أسلحة ثقيلة ليسحبوها. معنا كان الباحث السياسي السوري والكاتب السيد أحمد كامل، شكرا جزيلا لك.